انت قاعد في النمسا دلوقتي ولا في مصر؟ لا انا مقيم في النمسا حاليا مع عيلتي واولادي. متجوز نمساويه؟ مصريه بس هي معاها الجنسيه واولادي برضو. فاحنا عايشين هناك دلوقتي. ربنا يخليك. ولادك دخلوا مدارس هناك؟ اه ادم في مدرسه دلوقتي في اول سنه ونيلي في الكندر. نيلي حلو اسم نيلي. ربنا يخليهم لك يا رب يعني يكبروا وتفرح بيهم وتشوفهم احسن ناس باذن الله. فدي يعني انت عندك مشكله مع المقاولين في الفلوس وبتاع والكلام ده؟ لا بتروجيت عندي مشكله معاها في الفلوس بقالي حوالي 7 سنين مثلا وما فيش اي حلول. المقاولين فوت معاهم على الفلوس اللي باقيه لي يعني بقالي حوالي 3 مرتبات ويعني الناس بتحاول تحل يعني هم متفقين على مهله معايا بس مديك مواعيد. مدينك مواعيد يعني؟ لا مديني مواعيد يردوا عليا بيرجعوا للاداره ويردوا عليا ما ادوليش ميعاد هيدوني فلوسي امتى. بس كان كابتن شوقي وكان طلعت محرم وعدوني ان هم يعني يحلوا المشكله. استاذ محمد عادل فين؟ استاذ محمد عادل راجل حقاني يعني. ما هو راجل حقاني بس انا بصراحه يعني ما راجل محترم جدا بس انا مش عايز ادخله في الموضوع لان ده بالعكس هو اللي هيحل لك الموضوع مع احترامي يعني. طبعا كابتن شوقي اصلا كان شوقي مدرب. ما هو انا عايز امشيها ستيب باي ستيب يعني. هو لا بالعكس انت روح للراس الحربه. ايوه اصل ده دي شغلته هو الراجل الحته الاداريه. انا ان شاء الله قبل ما اسافر من مصر ان شاء الله هروح له واقعد معاه وانا يعني عندي ثقه في ربنا وفي ان شاء الله ان لا انا كل الناس في النادي المقاولين محترمه. كابتن شوقي طبعا يعني راجل محترم والاستاذ محمد عادل ده راجل جميل جدا وراجل اب يعني. هم كلهم ناس محترمه فعلا وانا مستني ان شاء الله يحلوا لي المشكله بس بتروجيت اللي معذبني بقى عذبني يعني. وانت اتحاد الكوره برضو قدمت شكوى في اتحاد الكوره؟ قدمت شكوى وكان اخرها يعني كان في جلسه من اسبوعين لثلاثه او من فتره يعني مش فاكر قد ايه بالظبط. كان المرحوم عادل الشرباجي المستشار عادل الشرباجي الله يرحمه هو كان بينظر في القضيه دي مثلا بقالنا سنين. انا مش فاهم هو ليه التاجيل وليه التعسف يعني. انت بتطلب من بتروجيت ورق بقاله 7 سنين ولا 8 سنين عشان يقدم ورق ان انا ماليش فلوس. هم ادوني اصلا في القرار فلوس اقل من فلوسي وقلت اوكي مفيش مشكله. حصل بقى فلوتنج 3 مرات والفلوس عماله تزيد والمفروض كل سنه تاخير 5%. طبعا الحاجات دي في مصر عمرها ما بتحصل. لا طالب بيها حتى لو طالبت. انا سالت مره في اللجنه دي قال لك طب انت بس اقدر خد الفلوس بتاعتك وبعد كده ابقى اتكلم. طب ليه يا جماعه يعني اللعيبه انتوا ليه مثلا سؤال بس ليه دايما بتجروا ان انتوا تحلوا للعيبه الاجانب وبتعاملوا اللعيبه المصريين في بلدهم كانهم فئه درجه ثانيه؟ لا اللعيب المصري ما يكون ليه حقوق يا جماعه لازم ياخدوا حقوقهم. ما ينفعش واحد يبقى عامل شكوى بقاله سنين مش فادي. بس في ناس على فكره لعيبه في الدرجه الثانيه ناس بطلوا وفي ناس يا جماعه ادوا اللعيبه حقوقها عشان ربنا يكرمنا. هو عشان ربنا يكرمنا بجد. انت لو بتدور على التوفيق مع المنتخبات لازم كل واحد ياخد حقه ارجوكوا يعني. انا بستغل فرصه وجود فادي النجاح معايا. راجل عنده مشكله بقاله سنين وده عقده يعني حاجه ما فيش محتاج كلام بالظبط. فارجوكوا يا جماعه لو سمحتوا حقوق اللعيبه. وفي لعيبه في الدرجة الثانية والثالثة بتقدم شكاوي في أندية وللأسف عشان خاطر علاقات بعض الناس اللي موجودة بالمسؤولين بتوع الأندية دول بتيجوا على اللعيبة. حرام عليكم حرام عليكم. في لعيبة غلابة في الدرجة الثالثة وكده الفلوس دي تغير حياتهم بالزبط. وده حقهم يعني. الناس بتطالب بحقها حرام بالزبط. لو سمحتوا يا جماعة معرفش لجنة شؤون اللاعبين موجودة في الاتحاد ولا لأ ولا مين اللي ماسك شؤون اللاعبين أو مين اللي مسؤول. كل واحد ليه جنيه بتاخره له عن عمد هتتحاسب عليه قدام ربنا. ربنا شايف كل حاجه بصراحه. ربنا شايف كل حاجه بصراحه. الموضوع صعب جدا عالمي حتى يعني. انا الحمد لله انا يعني انا قادر اعيش. في ناس زي ما حضرتك قلت في ناس الدخل بتاعها 5000 جنيه 10000 جنيه طبعا. ففلوسه كمان لما في وقت من الاوقات الحكم مثلا بتاعه بيتكنسل بعدم الاحقيه بتاعته وهو ليه فلوس فعلا ده بيبقى بالنسبه له دمار يعني. انت بتدمره بيبقى ليه فلوس اصلا متفق عليها في عقده وملتزم باقساط او ملتزم باسرته او باهله. وانت عارف لعيب الكوره طبعا مش مرتبط بنفسه او بيته بس لا ده باهله والناس اللي حواليه وقرايبه كبيره الناس كلها عشمانه فيه ان هو يقدر يعني يساعدهم وكده. لكن في ظلم باين في الموضوع ده بسبب التاخير. في ظلم باين بسبب ان القرارات بتتاجل. في ظلم باين ان انت مش قادر تحط ايدك على المشكله فين. انا بقى كل ما اروح اتحاد الكوره قابلت مستر وليد العطار قابلت المستشار الله يرحمه ده للاسف المستشار عادل الشرباجي الله يرحمه للاسف فادي احنا في زمن اللي احنا في زمن يعني للاسف في ناس
اكل حقوق الناس عندها بالنسبه لها عادي. ده يعني اكبر حرام. بالزبط. الحاجه الوحيده يعني يعني او الحاجه من الحاجات المهمه جدا اللي ربنا بيقف عندها وهو بيحاسب اي بني ادم حقوق الناس. طب انا عالمي بدون بعد الموت بدون ما اقطع كلامك انا عايز اقول لك حاجه تضحكك. انا من سنتين كده قعدت مع حد في بتروجيت هو كلمني عشان يتفاوض معايا الفلوس اللي ليا. فانا ليا 175,000. قال لي بص على الورق انت ليك 70 فانت تاخد نصهم ونصهم تسيبهم لنا ومحدش عارف بكره في ايه. ممكن تشتغل عندنا في اكاديميه بتاعت النادي تشتغل مدرب في النادي. قلت له الاول اديني حقي وانا بلعب وبعد كده انا مش عارف لما ابطل هعمل ايه. انا مش هدرب في مصر. انا مش هلعب كوره اصلا تاني مش هدرب تاني. فانا بقول له لا انا هشتغل في مصر مفيش مشكله ده شرف لاي حد يشتغل في بلده. بس انا بتكلم في ايه اديني حقي الاول وبعد كده قول لي بكره ايه اللي هيحصل. انت اصلا بتاكل عليا حقي. فبيقول لي بالظبط كده. قال لي انت مش عارف الناس دي بتحكم ازاي. انت مش عارف ان الناس دي بتبقى شغاله ازاي والفلوس دي حرام ومش عارف ايه ولازم للأسف يعني كده بيجيبها في موضوع الدين. طب انت مالك موضوع الدين؟ انت دلوقتي ملتزم بعقد معايا اديني حقي. مال التدين يعني انت بتدخل الدين ليه في الكوره والحاجات دي؟ طب ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ايه صحيح. ادي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. يعني انا مشيت من النادي 8 سنين عرقي نشف ونزلت البول وطلعت وسافرت وجيت لا ناس صعبه جدا بصراحه. روح لهم عرقان يدوك فلوسك.